بنحييكم عبر شاشة التلفزيون اللبناني ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيك يا مسيرين. أهلا فيك. اشتقنا لك بهالغايبة. خليلي طولت الغايبة علينا. يعني ظروف. حلقتنا اليوم أنا وأم سيرين لازانيا بالفرن. بس نقول لازانيا بالفرن يعني عم نساوي اللازانيا العادية يلي كل الناس بتعرفها قبل ما صار في مشتقات كتير لها. صحيح. هلا عجينة اللازانيا أصولا لازم يكون فيها أو لون أخضر. ليه؟ هو هاللون السبانغ يلي بيكون موجود بقلب عجينة اللازانيا. نعم. عجينة اللازانيا نوضح شوي للناس ليش هي أغلى من الباستا العادية، لأنه عجينة اللازانيا في بقلبها بيض، في بقلبها سبانغ، مكونات أكتر. هيديك عجين على الحل. صح. هيديك طحين يعني على الحل وما يملح. بس لنوضح الأمور شو بدي لقلها. بدي 300 جرام عجينة لازانيا، لحم مفروم خشن 300 جرام، طحين نص كوب، ثوم 4-5 حصوص، بصلي وسط عدد واحد، جبنة مبروشة 50 جرام. بدي باقة خضار مشكلة، يعني حاطت نص جزرة، كم ورقة من الكرات، كم ضلع من البقدونس، ورقة غار. هلأ لنفترض ما عندهم كرات. نعم. في كتير بيوت ما عندهم، أنا يمكن ما عندي كرات. بتمشي بالجزر، هلأ بنشوف كيف، والبقدونس مهم تكون باقة خضرة. باقة خضرة ما علينا. نعم. بعدين ملح، بار أبيض، زبدة. بدي شرحها لوحدة 40 جرام وشرحها 20 جرام، وبرش جوز الطيب. هولي هني بسيطة. جوز الطيب أساسي بأكترية الأكلات. إيه بشيل الزنخة وبيعطي طعم طيب. بس بالوقت زيته بدنا ننتبه ما نكتره، ما منكتر كتير بصير حد. إيه بشو بنبلش؟ حنبلش بالصلصة الحمراء. يلا بفرم البصل، حط قطعة زبدة صغيرة، ومناخذ اتصال. ألو 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 ألو. مرحبا شيف، كيفك؟ منيح كتر خير الله، أنت كيفك؟ ماشي الحال شيف. يسلموا على الشرح هذيك المرة على البامي وال تكرم عيونك، ان شاء الله كل شيء منيح طلع. كل شيء منيح شايف. طلع للمحلول الملحي بدنا لليتر الماي قد ايه بدنا ملح وقد ايه بدنا سكر؟ شو هي؟ اذا بدنا مثل نعمل البازيلا بالمربين، لليتر الماي قد ايه بدنا ملح وقد ايه بدنا سكر؟ كل كباية ماي اوكي بدها ملعقة شوربة مثل هالملعقة ملح خشن اوكي، وبدها نص ملعقة سكر معه. اوكي. البامي بدها دقيقة على النار، مش البامي، البازيلا بدها بلونشير دقيقة مش هيك؟ مظبوط. والفاصوليا دقيقة كمان ولا أكثر؟ عم تقصد عن اللوبيا؟ لا عم بقصد الفاصوليا العايشة خانم. إذا بدنا نعملها بالمرة. الفاصوليا العايشة خانم، بدها 3 دقايق. 3 دقايق. اوكي شيف. مرسي. تكرم حبيبي. تكرم عيونك. إذا حدا بده يستبدل الزيت بالزبدة بيقدر؟ بكل سهولة هون. بس بتخاف دسامتها. يعني ما بيأثر كتير، نصاحة زيتها، بس لنوضح. بس في ناس يمكن ما بدهم زبدة أو منشان القلب أو ما بدهم أو عندهم كوليسترول، فين يستعملوا زيت. يستبدلوها. ما بيأثر. ومناخد اتصال. ألو ألو بونجور. بونجورين، كيفك شيف أنطوان؟ منيح كتر خير الله، أنت كيفي؟ أنا اشتقت لك كتير. تسلمي يا ست أنطوانات، تسلمي. دايما بتلفن لك ما عم يلقط الخط معي. اليوم لقط. اليوم لقطتك لإلك. حبيب قلبي. تسلمي. كيف صحتك؟ منيح منيح كتر خير الله. كتر خير الله على كل حال. نشكر ربنا، انت كيفك؟ انا منيحة. خبريني كيف الاكل عندك؟ اوه بثابت ايديك الحلوين. صحة وهنا، صحة وهنا. حبيب قلبي مش من اليوم، انا من 28 سنة بحضرك. اوه احلى
احلى ست شاطره هلا انت. ايه اكيد احلى اكل عم يطلع من تحت ايديك. هلا بدي اطلب منك شيء بخاطري. كنت بدي اعمل اجاني شوي قرايبي صغار، كنت بدي اعملهم مع رز يطلعوا طبخه. شو هني؟ ما سمعت مزبوط. رايدس كروفات. رايدس. اه رايدس. ايه تكرم عيونك. بس هلا قل لي. ولك تك ايامك طيبه يا انطوانيت. ايامك طيبه. ولك اجاني هديه انا، الله يسعدنا. من اجاك الرايدس لك؟ شو بدي اعمل؟ الله يكثر المحبين. يلا الله يديمهم للمحبين. امين يا رب، الله يرزقك مثلي. تسلمي، كلك ذوق. بنتراك ولا بسكر؟ لا سكري واسمعيني بالتيفي. هالثوم بهالترم بين نيسان وايار هون بالشوب، بين رطوبه وشوب، وبتبلش الحياه تنمى. ليش بيقولوا فصل الربيع؟ نعم. كيف يطلع له؟ بفرخ. بفرخ، ما بيأثر، كله بنفرمه. بالعكس اطيب. وبناخذ اتصال. الو. الو. شيف انطوان تلفزيون لبنان. فينا نستبدله بتوم بودرة؟ فيكي، ليش لا؟ بس أنا بفضل على طول شيء طازة. طازة. أنا بفضل. لأنه في كثير نسوان بيستعملوه بمطبخهم. إيه، لأنه ليه؟ مشان ما يقشروا وسريع وكذا. بيمشي هو بودرة. أنا هيدا بفضله أكثر. وهو الأخطر عم بفرمون معهم لتشوفوا انه ما بينتزعوا لا بيضروا ولا بيعملوا شيء. صحيح. بالنهاية توم. الجزرة شوفوا شو بدي اعملها هيك وهيك. الجزرة مش مقشرة بس مغسلة. هي بتتاكل بقشرة. ما نحن لانه مشان هيك عم نفرجيهم تتاكل بقشرة. بنجيب خيط. هيدي اللي انا ناطرتها. اه ناطرتيها. ناطرتها. هالخيط بحط عليه الجزر. بقت الخضرة. هون كرات، اذا ما في بلي هون. بس ضلوع بقدونس كل بيت فيه. طبيعي. ضلوع بقدونس، انا عندي كرات، بحط كرات، بحط معهم ورقة غار. نعم. هي ملفوفة على بعضها، هيدي بس غسلناها. طبيعي. تركناهم، اجى الهواء، لفها، لفت، مش مفتوحة ورقة الغار. وبعملهم بهالشكل. هي الفكرة منها تاخذ خواصة مش أكثر. إيه. وكتير بتعطيها نكهة طيبة. ليش بقولوا في لازانيا طيبة في لازانيا مش طيبة؟ 90% من هاي. هاي كتير مهمة بقت الخضرة. نعم. وبلفها هيك وباخد اتصال. أنا عم لفها باخد اتصال. هاي شفتها. ألو. ألو. بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين حبيبي، كيفك؟ كيفك؟ كتر خير الله. تعمل معروف، تعطيني الرسالة الكعك بالزيت. كعك بالزيت، تكرم عيونك. تكرم حبيبي. هاي صارت جاهزة، هلا بنشوف كيف نستعملها. اوكي. هلا ليش بنعملها هيك؟ في محلات بالدجاج او باللحمة بنحطهم شقف. وبنحط بعد أكثر أشياء. لأنه هونيكي بدي صفيهم. نعم. هون ما بدي صفيها. بنرجع ناخذها. بنرجع ناخذها، بشيل هاي ساعتها. نعم. وبترك. بتكون عطت مفعولة. ضيف اللحمة. شيلي شيالك. بنساوي اللحمة، بنحطها وبنخليها تتقلى اللحمة مع البصل.
لتتقلى منيح. قد ايه في انواع اللازانيا فينا نعملهم؟ يعني غير عن اللحمه هلا مع الصوص الحمراء والوايت صوص. في بالخضره، في بالدجاج. انا عملت 6 انواع صرت من اللازانيا. 6 انواع لازانيا؟ في مع الحبش، في مع المرتديلا عملناه والجمبون. نعم. ويسا. انا بلاقيها هيدي اطيب شيء. هي الاصول، هي التقليدية، هي التقليدية، هي الاساس. هات نقوي شوي، قدمي على النار الاولانية، هي هيديك اقوى من المعروف، هي طفانا لك اياها من شان ما تاثر على ايديك. جيب طنجرة بحط فيها حليب لتر، حليب سايل، فيهم يستعملوا البودرة ويدوبوا. مزبوط، كل كباية بودرة بأربعة مي. نعم. ومناخد اتصال جديد. ألو. ألو. بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجورين، يا أهلا وسهلا. وحياتك، في عندي سؤال. بخاطر عيونك. الطحين إذا بكيس ورق مختوم. نعم. بينحط بالبراد. بينحط، نعم، بس قبل ما تحطه مثل ما هو بالبراد، حطه بكيس نايلون واربطه. آه، بكيس نايلون واربطه. نعم. قد إيه بضاين؟ آه. هلا ما في أعرف لك قد إيه بضاين أنا، ليه؟ لأنه ما بعرف قديش صاره معروض قبل ما اشتريته. آه. هون أنت بدك تنتبه، ما دام ما في أي ثقب على كيس الورق، معناتها الطحين بعده منيح. هلا إذا بتلاقي في شو ثقب صغير، شيلهم، نخلهم. بدنا نحط بكيس نايلون للربط بالأول. كيس الورق بقلب كيس النايلون. مش تفضيه بالنايلون. بعدين شمسهم، نخلهم، شمسهم يومين. ايه. وبعدين فيك ترجع تضبهم. أنا ممنونك شيف أنطوان. بخاطر عيونك حبيبي، بخاطر عيونك. منضيف طحين. تقلت اللحمة. رجعيها لهون، حط في هاي، ارجع انا ودور هاي. يلا زحناها على نار قوية لتتقلى اللحمة، لازم تتقلى اللحمة. نضيف لها ملعقة ونص طحين. هي فكرة الطحين منه انها تشد. لا تشد، ايه صحيح، لما تكونش رخوة. نرجع منحرك الطحين قدر دقيقة ونص على النار. نرجع منضيف عليهم ملعقتين صلصة البندورة من يماما، ومناخد اتصال جديد. ألو. ألو. مرحبا شيف. مرحبتين، يا أهلا وسهلا فيك حبيبي. يعطيك العافية، معك سامر. أهلا وسهلا فيك خي سامر. شيف، شو الفرق، بدي اسألك شو الفرق بين خبز الشوفان وخبز القمح؟ في فرق كتير، هيدا من القمح وهيدا من الشوفان. أي تنصح فيه أكتر؟ أي صحي أكتر شيف حسب خبرتك؟ اثنيناتهم مليح، خبز القمح مليح وخبز الشوفان مليح، بس أنا إذا بتجي لرأيي خبز القمح الكامل هو أحلى شيء. آه أوكي، أوكي شيف، ميرسي كتير، يعطيك العافية. كرم عيونك، يا أهلا وسهلا فيك حبيبي. منشيل صلصة البندورة ملعقتين من يماما ونحطهم فوق. هلا منضيف لقلهم ماي
حركي شوي. ليلا فيهم طحين منحرك عمهنا منضيف ماء عمهنا. نرجع لا تفرط المكونات كلها. ايه ومناخد اتصال. الو بونجور. بونجوريني اهلا وسهلا. يعطيك الف عافية سيف انطوان. الله يعافيك. كيفك مدام سماحة؟ اهلا فيك طول لي عمرك. اشتقنا لك اشتقنا للصوت. سيف انطوان انا انزق سمعتك. عم اقول لك اشتقنا لك واشتقنا لهالصوت. خلي لي اياكي طول لي عمرك. تسلمي. بس بدي اسالك امبارح في مدام طلبت كعك بطحين القمح بالزيت. نعم. بليز بدي شوف انا مقادتهم كلهم او لا. بسمع لك ايه هون؟ يلا. كيلو طحين قمح. نعم. نص كوب زيت. نعم. سمر ناعم ملعقة او نص. نعم. ثلاث ملاعق صغار خميرة. نعم. ملعقتين كبار سكر. نعم. نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نعم. منريحهم ساعة مندهن صينية زيت ومنرجع منريحهم ثلاث أربع ثلاثة أو أربع ساعات ونرجع منخبزهم. ملكة أنت ملكة. طول لي عمرك. يعطيك العافية مظبوطين. يزيدك ألف عافية ميرسي شيف. تكرمي. هون صارت الصلصة جاهزة بس بدها غلي على النار 12 دقيقة. نزل هالباقي الخضار المشكلة بقلبها يلي شو وظيفتها؟ وظيفتها تعطينا مواد عطرية طبيعية على قلب الصلصة وتسحب زنخة اللحم يلي موجودة بتكون باللحمة. نعم. إلى وظيفة وظيفتين. هلا متركها لتغلي. بهالوقت حط عنا القوية لتغلي بالأول. منحط الحليب على النار لنعمل صوص بشاميل. لازانيا بدها اثنين صوص. صوص الحمراء والصوص البيضاء. مزبوط. منحط معه نتفة صغيرة بهار أبيض. ومناخد اتصال. ألو. نقطع الاتصال. حركي شوي الحليب لأنه برقد أوقات شوي صغيرة. منحط ملح. لنسلق فيها اللازانيا. هلأ في ناس اللي بيكونوا بعرهم بالأول مرة بيسلقوا لازانيا ومنهم مدعوكين كتير بحطوا شوية زيت بالماء. صحيح. مشان ما تلزق. بس هي اجمالا ما بتلزق حتى المعكرونة العادية نحن بنقدر نسلقها حتى. لأنك شاطرة انت. اي انا بحطها بلا ولا حتى سلق. لأنك شاطرة. وفي لازانيا بتكون اوريدي جاهزة. ايه. خالصة ما في داعي انه نحن نسلقها. هيدي بدها شوي بدك تعملي لها الصلصة رخوة. صحيح لتقدر تمتصها وتترى معها. مزبوط. نوص النار. ومناخد اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور شيف. بونجوريني اهلا وسهلا. بدي اسالك شيف كان عندي بيض بالبراد تلجوا كتير بعد بيسوى استعملهم او فيني استعملهم للكيك؟ ايه قديش صارهم يعني بالبراد؟ الهن شي تلجوا كان بنفس الجمعه تلجوا. برادك قوي بك تخفي فيه بك تخفي فيه له عياره للبراد. ايه ايه انا معك بس البيضات بعد بيسهو شي؟ بيسهو بيسهو. نعم؟ بيسهو نعم بيسهو. شيليون. الو. نعم. شيليون اكسيريون بالجات اللي بدك تساوي فيه حلو؟ ايه. يعني اعتبري بيه او باي شيء واتركيهم ثلاث ساعات ثلاث ساعات قبل ما تشتغلي فيهم للحلو. اوكي. رح ارجع اوضح لك. هالبيض حطيتيه بالبراد. طيب. قوة أوكي. التبريد تبع البراد قوية. اه. يعني من قوة التبريد وصلت الحرارة للواحد او الصفر. جلدت البيضة. اه. بس جلدت كسرت معك البيضة. مزبوط. آه. شيليها كسريها هي ومجلدي وحطيها بجاط مثل هالجاط. اوكي. وتركيها اقل شيء ثلاث ساعات.
او عايري ثلاث ساعات، رجع اعملي فيون كيك او جاتو يزبطوا 100% على مسؤوليتي. شكرا سيف. تكرم عيونك، تكرمي. وفيك تعمليون صينية عجي بالخضرة بالفرن. يا هلا بنساوي صلصة الحليب. ننقل هالحليب لهون وهيدي هون. يلا حطي قطعة زبدة كبيرة. ايه ما بيأثر، هيدي هي زيت الاستعمال. هي زيت الاستعمال صحيح. منحركها، قوي النار شوي على الزبدة لتذوب. الحليب ما فينا نتركه تما يضل يجمد. مزبوط. يلا انا جاي لعنده بدي سيره للحليب، اتسلى انا وياه بيزهق وحده. yeah. كيفك اليوم؟ منيح؟ قال لي منيح. هيك شو على الحليب بشهي من بعد. منيح. شو صار من بعد ما تحدثت معه؟ ايه عم بيخبرنا، عم بيقول لي جاي هلا جاي شوب كثير هاليومين. يوم وبكره صحيح. والسبت رجع جاي الشتاء. يعني إذا بعرف في شوية فواكه زمطين بالجبل بيروحوا. كيف هالموسم معك؟ حرام هيك، مش بس أنا. صحيح أكيد. أنا على قدي، بس على ساعد يلي ضامن أو بينتكل عليهم. تقس عنا بلبنان خربة. كله تغير. كله تغير. مش باقي شيء على بعضه، كله راح. نحن بنحب نكون مميزين، شو بدك؟ هاي الزبدة عم تدوب. نعم. بس هيدي فكرة باقة الخضرة مهمة، انت بس عم تاخد خواصة والعطر تاعها. ما انا بعطي كل شيء مهم. وبترجع ايه فعلا، وبترجع بتشيلها. حرم بيقليك بتشيلي شعرة من العجينة ولا بتشوف بنقطع هاي وشي. منبلش نضيف طحين. شكرا. yeah. هون اللازانيا انا خصوصي شلتها، بنسلقها دائما لازانيا اخر شيء، مش بنسلقها وبنحطها بالمسفايه وبنرجع نتركها بتلزق على بعضها. تعجن صحيح. ايه بدنا نشتغل فيها على الاخر ونبلش فيها دغري. هون الطحين بده نص دقيقة أو ثلاث أرباع دقيقة. هون رح اطفي على الحليب. هاي بنبرمها هيك لجيب هاي هيك، انت خليكي انا بدنا بلاش نجوي الغاز. بنحط كبشه بصير نحرك شوي 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 ليصير يتماسك الطحين مع الزبده والحليب، يصيروا عجينه. وبنوس النار ومناخد اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجور، يا اهلا وسهلا. من جمعه ونص طلبت منك قرناتشا، قلت لي برد عليك نهار الثلاثه، عيد الثلاثه، ما رديت علي جواب. مزبوط صراحه ما فضيت فتش لك عليها وانا ما بعرفها. ما بتعرفها؟ لا. طيب بتعرفي شو هي اكلي من وين هي؟ اي بلد؟ ما قلت لك من المكسيك. من المكسيك. يلا اذا ما عرفنا بنروح لنا مشوار على المكسيك بخاطري او بخاطرك. من شو مؤلفه؟ عارف شيء؟
شيلي منهم اهو. بس تصير بهالمرحلة منشيل ملعقة الخشب ومنضيف شريط، وكمان نضيف شوي حليب. هلا هاي الصلصة الأولانية بنقلها صوص بولونيز، عم تنضج على نار خفيفة، سرقاتي عليها 8 دقايق تقريبا، بدها دقيقتين وبنطفي عنها أو 3 دقايق. قوي هلا، بس تقوي، لا مش الغاز، قوي ايديك بتصير تنعم. نعم كامش، تتكامش مع بعض. فعلا بلش تصير عجين. ونصير نضيف شوي شوي. في ناس كتير ما بحبوها هاي الصلصة وما بيعملوها، اوقات بتزبط معهم اوقات لا، اوقات بتبرغل، بصيروا يضيفوا كمية كبيرة من الحليب عليها، بتعمل هيك. بدنا نضيف شوي شوي. وبناخد اتصال. الو الو بونسوار. بونسوارين شيف انطوان. نعم. هو اول شيء صوت بعيد، بس تقول لك اذا بتريد بدي روسيت كعك، بس كعك بيقرش ما يكون طري. منخليه يقرش، تكرمي. بعدين بدي اسألك سؤال. لما اوقات لما بعمل فطاير بسبانخ بفتحوا شوي، ليه؟ شغلتين يلا يكون. رح سكر الخط لانه ما عم بسمع منيح ابدا. يلا تكرمي. اوكي ميرسي، تكرمي عيوني. منشان فطاير بالسبانخ اول شيء شغلتين، اما ايدك بتكون حاطه حشوه من ايدك فيها شويه زيت او عصير حامض، هذا الشيء بخليها تفتح. الشغله الثانيه لازم تقلب العجينه قبل ما تحشيها، تقلب العجينه تحطي بالملعقه، اذا حطيتي بايدك رجعي غسلي ايدك، حطي عليها شويه طحين وسكريه، وبس سكريه كبسيها منيح بايدك بتبطل تفتح. تكرمي. نندل عم نحط له تقاس الكمية. مزبوط. هلا برجع بقوي شوي الغاز لانه الحليب منه كتير سخن. نعمة، شفت شو طلع نعمة؟ صحيح كريمي. هلا هون صار في يضيف. نعم. اخذت بعضها رخيت، صار في يزيد ورا بعضهم. ريحة الخواص تاعت باقة الخضرة بلشت تعطي. نعم. ريحة خواص باقة الخضرة. ايه اكيد بدها تطلع غير شيء. فعلا عطت العطر. هون بنحط ملح، كل صلصة بدها ملحتها لواحد. شايف على الوايت صوص فينا نزيد بهار الماجي؟ فيكي، بس أنا عادة بستعمله مع الوايت صوص. ولا لا كنصيحتك؟ هلا شو بدي بطوش على الهواء؟ انا بدي نصيحة. انت شو كل واحد شو بده يعني بزيد. بهار الدجاج. ايه فلفل مان. نعم. بس انت كلازانيا ما بدها بهار الدجاج. كوايت صوص لو كان ما بدها بهار الدجاج، بدها بهار عادي. نعم الابيض. ملعقة خشبية بنحرك اللازانيا. هيدا بدنا نضلنا عليه ليشرب لا يحرق. صح. لا يغلي. صح. بس يغلي نطفي عنه.
قرب يغلي. نعم. قد ايه بدنا نتركها على النار؟ 4 دقايق بس. بس اي ما بتحمل اكثر. وبناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور كيفك مدام؟ بدي الشيف انطوان اذا بتعمله. لك الشيف انطوان كله معك عم يحكي. كيفك؟ شيف انطوان؟ نعم 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 الشيف انطوان معك عيني. بدي نعم. بدي اذا بتعمل معروف شيف انطوان. نعم عندي شوية زعتر. نعم. بدي احوجهم اعمل تحويجي لألون. كيف بدي اتبلهم؟ يلا قديش تقريبا الزعترات عندك؟ تقريبا بدي احوجهم اعمل تحويجي لألون. الو اي نعم. الزعترات قدي عندك تقريبا؟ نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو. يلا حطي لهم 150 جرام سمه. نعم. وإي محمص سمسم. ملح ملعقة صغيرة ونص. شوية بهار أبيض. وإذا بدك شمال ناعم ملعقة صغيرة بتعطيها طعمة طيبة. تكرمي واهلا وسهلا فيكي. ممنون. تكرمي. أنا عم ساوي اللازانياز ام سيرين. عم تحرك الصلصة البيضة وعم تبلش تشد. هون عنا صلصة البولونيز قربت تخلص يعني توقف. عم حط علنية ومنتابع حلقتنا أنا والست ام سيرين عبر شاشة التلفزيون لبنان. بعد الإعلان منتابع حلقتنا أنا وام سيرين. هون اللازانيا خلصت. شو انت كمان خلصتي معي؟ خلصنا غرتي مني. اه خلصتي سوا. يلا هاي الصلصة مع ام سيرين كمان خلصت. ناخذ اتصال. الو الو. الله معك شيف. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي. وحياتك. بدي اسالك على شراب التوت قديه بنحط له مثلا اذا بدي اعمل شراب التوت قديه بحط له الكمية مثلا كم كبية وكبية؟ وسؤال ثاني مربى التوت اذا بدي اعمل مربى التوت في شيء بالحفظ مشان ما يطلع شيء ابيض على وجهه؟ وده كميه سكر بحط له اياها؟ هلا تاني وحده في امانه بس اول وحده ما انتبهت للسؤال. شو اول سؤال؟ شراب التوت. شراب التوت قد ايه بحط له سكر؟ كل كبايه قد ايه لازم احط له؟ كل كبايه لك حق تحط كبايه ونص او كبايه وثلاث ارباع. تغليهم. نعم. تغليهم لحد 3 دقايق بتشيل الرغوة على الوجه. بعدين تغليهم 20 دقيقة بتحط معهم ملعقة عصير حامض وبتسكبهم بقنانة. بعدك معي؟ ايه سني معك. هلا بالنسبة للمربى التوت. بالنسبة لشو هلا؟ مربى التوت. وطفلة التوت يعني بدي اعملها قديه كمية السكر واذا في مواد حفظي مشان ما تطلع شيء هيك ابيض على الوجه؟ كل كيلو توت بده 750 جرام سكر للمربى. مثل ما هو التوت بتحطه بيكون مغسل. حط عليه السكر احركه معه 3 ساعات بعدين او من عشية لبكرة حطهم على النار غليهم ساعة وربع بعدين ملعقة عصير حامض وسكيبهم ما بيطلع على وجههم ابيض.
تكرم حبيبي. وفي بس شيف أنطوان. نعم. فيني قلل كمية السكر مثلا يا من الشراب يا من التطولي مشان ولا لا بل لازم يكون على الكمية هي ذاتها مش انه قلل من كمية السكر. فيك تعمل كمية الشراب بالنسبة للشراب كل كباية من الشراب نص كباية سكر بتهدي معك 20 يوم. اذا بتحط كل كباية شراب كباية سكر بهدوا 2.5 شهر. إذا بتحط كل كباية شراب كباية ونص سكر بهدوا 8 أشهر. إذا بتحط كباية وثلاث أرباع بهدوا 1 سنة. إذا بتحط لكل كباية كبايتين سكر بهدوا 1.5 سنة. أنت اختار ونقي اللي بدك إياه. يلا حلبس كفوف انا واجي اشتغل. جيبي لي هالجاط من هون حطيه هون من المعروف. يلا وشيلي لي بقية الخضار المشكله من كبه فرجيهم اياها. نعم. قولي لهم هيدي بنكبها هلا بالملقط. يلا هي نحن بس اخذنا عطره. حطي هاي تحت. اخذنا نعم اخذنا خواصة. خواصة ولا بنكبها. صحيح. ما إلها شغل بقى. عطت نكهة طيبة. كل شيء. هلا برشي شوية جوز الطيب على دارها. ناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور بونجور شيف انطوان. بونجوريني اهلا وسهلا فيك لا توخزيني. يعطيك العافيه. بارم لك ضهري عم شيل اللازانيا عم بردها. بدي اسالك كيف بيعملوا عجينة الكنافه؟ عجينة الفرق تبع الكنافه. الو عجينة الفرق تبع الكنافه. مدام نعم عجينة الفرق تبع الكنافة. عجينة الكنافة ما قدير عجينة الكنافة. انت بدك الكنافة او عجينة الفرق تبع الكنافة؟ اي وحدة بدك؟ الو مش عم ناخد نتيجة. يا نيجي بنعمل هيك بالاول اول طبقه. منجيب هاللازانيا نعملها هيك. الفكره منها لما تلزق لما تنحط ايه؟ بالفرن ولا يضل كله فيها صلصه على قدها. عجبتك؟ أول طبقة. أول طبقة. نيجي بنعمل هيك هون ها. وهي الصلصة الثانية. صلصة اللي فيها لحم. اه حتحطها نص نص. ايه عشان هيك انت مميز شيف. لا كيف بتضربي فعلا الشوكة او الملقة يطلع نفس النكهات. صح. نرجع كمان بنحط هيدي هيك وهيدي هيك ومناخد اتصال. الو الو بونجور بونجور
بونجوريني، اهلا وسهلا. كيفك شيف انطوان؟ كتر خير الله. مين معي؟ معك سمر روضة. يا اهلا وسهلا فيك يا عيوني، يعطيك العافية. الله يعافيكي، شو بساعدك؟ بدي اسألك بليز شيف، فيك تقلي كيف بيعملوا بدي اعرف كيف بيعملوا الكبة الأرنبية؟ ايه تكرم عيونك، بخاطرك عيوني. هيدي حطينا البيضة هون، حطها معي كاسي هون. يلا تكرمي، اهلا وسهلا فيك عيوني. شكرا يعطيك العافية. تكرمي. معي كاسي لبعدها. هي مش بس قصة طعمة، صارت تاخذ كل كل النكهات بتفوت ببعضها. حتى الكبرزنتيشن بتكون أجمل. نرجع هون بنحط الصلصة الثانية. شو هاللوحة يا شيف؟ تسلمي. نرجع كمان. بدنا نغطيها كلها. بنغطيها كلها. بس حتبرد شيف. قولي لكي انا حكيت مع ربنا نطلع الحراره اليومين مشان هيك ما بتبرد. مش رح تبرد. ها مش رح تبرد. نجي هيدي من قصه هيك بالطول. منيح متصالح معه. ايه متصالح. نحطها هيك، شايف كيف نسكرها؟ وهم موجودين عنا، بنحطهم بنزيدهم هيك. زيادة الخير خير. وهيدي هيك. هيك كلها سوا صارت، برجع اللمسة الأخيرة. هيك كلها بنعملها هيك. نعم. أطيب وأغنى من تاعت المطاعم، بتلاقي حاطين فيها طبقات بس بتكون طبقات رقيقة. مش رح أقول لك. لا رح تقول لي، ناطرتك. أكيد بدها تطلع. أكيد. ولو مش نحن عم نسويها هيدي. لا فعلا المطاعم بتلاقيهم بخلة بالصوص فيها، يعني بتحس عم تاكل شيء كثير رقيق وهي طيابة بهيك. هي طيابة بالصوص معك. 100%. هاي كله على القد، شايفين؟ كميات كلها عم نشتغلها. على القد. نرجع نمسح. برافو، هاي مسحتي عني، بعد من جوا كمان. هاي وحده كلينكس اذا بدك. يلا ليه؟ لانه هلا بس تفوت على الفرن تما تيبس. تما تيبس معنا. نقص الجبنة على الخشبة، نفتحها من النايلون. وأنا حطتها بالفريزر هالجبنة. قد ايه بتهدي الجبنه بالفريزر شاف؟ 4 أشهر. بتلاقي جميع انواع الجبنه. ايه الصفرة، عم نحكي عن الصفرة بس. الصفرة البيضة بتهدي بس بتغير طعمتها، بتفرفت. هلا بدنا مسحة تانية، أول مسحة خلصت. اعملي معروف.
انا ماشي لي شغل بالكفوف. هي الفرن حامي بنحطها بداخله. منخليها تحمر لقدي وقت شايف بما هي كل شيء فيها مواد مطبوخه. نعم بس فكره تحمر ما بدها وقت. ايه بس هي حلو تغلي شوي مع بعض لي ليتجانسوا يعني. نعم. هالباست العجينه اللي حطيتها. نعم. لو حطيت عليها الصوص وقت اللي بتغلي معها بتفوت على قلبها بتطرى اكثر النكهه بتصير صحيح. على قلبها. يعني نبلش بالشرح. عندنا رز بالقريدس. رز بالقريدس اصولا انا بحكي اصولا بس هلا يمكن يكون جوا كادو بلاروس. نعم. بس اصولا لازم يكون القريدس مع راسه تما تفرط. لا منشان اخذ خواص. نعم. لتطلع طيبه اكثر. قال له في طيب وفي في اطيب. صحيح انا مع الاطيب. هلا اذا ما في راس يمشي الحال. أوكي. بس مع الراس اطيب. منشيل الروس لوحده. قطش الروس. هل بقطش الروس؟ جزار شوف. نقطش الروس لوحده بس على القريدس. نعم. بقلي بصلي، نتفه كرات شقفة زبدة، حط معهم جزرة إذا في، ورقة غار عود قرفي، وروس القريدس بحطها معهم. نعم. بحركهم، بحط لهم 3 كبايات مي، ملح، وبغليهم نص ساعة. شو بصير عندي؟ صار عندي خواص الروس زوم موجود بقلبها. هي الأطيب. نعم. هلا القريدس اللي عنا، انتبهوا شو عم بحكي، القريدس اللي عنا هي ونية. بجرحها من هون بالسكين شوي أو بإيدي تطلع بخلي مع الدنب بس. وهي ونية بجيب سكين صغير من ميل الظهرة في بيت الرمل. نعم. منشيل بيت الرمل. صحيح. نسحبه وأوقات ما بيكون نظيف منغسله. هو ناي. صحيح. منغسله. ترجعي على النار منحط بصلي. ورا البصلي كرات. ورا الكرات القريدس. هي القريدس الناي. نعم. يلي منظف ومغسل بس تركين في الدنب. نعم. قشري. من قلبه لياخد لون الزهري يعني بس نقلبه هو بيكون لون يرميدي او ابيض. ايه بس تحطيه على النار بصير لون زهري. بس يصير لون زهري ضيف فوق منه جزر مقطع مربعات. ضيف فوق منه رز حبه طويله او بسمتي. برجع ميه وزوم روس السمك ضيفهم فوق منهم مع اضافه ملعقة من الكركم، ملعقة من صغيرة من بودرة الكاري، ملح وشوية بهار أبيض. بتركهم يغلوا على النار 12-15 دقيقة. برجع بجيب لهم بازيلا نص كوب بضيفه فوق منهم. نعم. وما بحركوا للرز، بغطيه بس تغطاية وبتركهم يرجع 3-4 دقايق على نار خفيفة مع البازيلا. برجع بقلبهم قلبي بقليلهم شوية كاجو أو لوز بسكبهم بطبق. نعم. بشيل شوية قريدس لزين فيهم والكاجو أو اللوز بحطهم على وجهن. إذا بنسوي لصوص برجع بحط كيف عملت هلا زبدي وطحين أنا وياكي. نعم. بس بخلي لون الطحين يصير أشقر هون. برجع بحط شوية بودرة الكاري معهم شوية كركم شوية ملح شوية بر أبيض ومنزوم كمان روس السمك منزيد عليهم منصير نضيف شوي شوي ومنعمل صوص لإلها ومنحط لها عصرة حامض ومنقدمها. صح. يتقدم الصوص لواحد ما منحطه على الرز. كل شخص بيحط بصحنه. أول شيء يمكن بده صوص يمكن ما بده. هاي وحدة. شغلي تاني بركي يضل عندي رز لتاني نهار إذا حاطت صوص عليهم بتشتش بتعجن ويمكن ينضربوا. آه. يمكن ينتزعوا وبكبوهم. نعم. إذا كان الرز مع القريدس بيهدي 4 أيام بالبراد ما بيصيروا شيء. بس ليرجعوا ياكلون بيسخنون مزبوط بحطون على النار قليل من الماء معهم بغطون ممنوع يحركون.
ونار خفيفة شو ربع ساعة بس ندس الغطا من فوق سخن سخن منكشف منلاقي قوة بخار طالعة بطفي النار بتركهم دقيقتين ثلاث دقايق بسكبهم وبيطلعوا كأنهم جديد بيطلعوا كأنهم جديد. لنشرح الكعك بالزيت. الكعك بالزيت بدي كيلو طحين اذا كان طحين قمح احلى. وعلى فكرة ما زال عم نحكي اصولا هو طحين القمح لازم يكون طحين قمحة كاملة اصولا. الافران صارت كل مرة تعمل تجارب وبالاخص الافران الاوتوماتيكية لقيت انه وقت اللي بتشيل قشرة القمح بتشيل قشرة القمح وكلها من القمحة وعم تستعمل الطحين لوحده اول شيء تحصل على لون احلى لون شهية اكتر وتاني شيء الخبز بيهدي عندها اكتر او بالبيت اكتر بلا قشرة بلا قشرة. القشرة بتساعد على تكسير الخبز بلفه ودغري يقطش بس يبيت ثلاث ايام صاروا ينخلوا بس هيدا عطى عواقب وخيمة على الغذاء. يعني أنا شخص حابب أكل قمحة كاملة وصحي وليش نحن منطقة الشرق الأوسط يعني فلسطين لبنان سوريا العراق الجزائر تونس المغرب المناطق ليش بنيتنا كبيرة طويلة غير البنية بكوريا بالصين بهالمناطق لأنه نحن نقتات بشكل أساسي على الخبز والخبز بشكله العام بيحتوي على بروتين ولكن بنسبة قليلة هاي النسبة القليلة الموجودة فيه هي بتساعد على أنه الشخص ينمى ويصير عنده نمو وطول. أما بالبلاد يلي هي غذاء الأساسي منتكل على الذرة هن غذائهم الأساسي منتكل على الذرة من شان هيك قطعتهم الذرة طحين الذرة ما فيه مواد بروتينية ما بيطولوا ما عندهم هالنمو. لنرجع لازم بشكل عام انه القمحة الكاملة هي تكون الخبز الطبيعي للشعب ولكن وقت صاروا ينخلوها وصاروا يشيلوها على جنب وكانوا اول ايام قبل ما صاروا الحكمة واخصائيين التغذية ينادوا لا يا عمي كيلو خبز قمحة كاملة أو كيلو خبز مع قشره مع القشر يجيبوا القشر ويدفوه معه صار الخبز الأسمر كمان الأول كتير صاروا يبيعوه بشكل أغلى كانوا قبل يبعتوه ليعطوه علف الحيوانات صاروا يستفيدوا منه صاروا هلأ يستفيدوا منه. ليش؟ لأنه يعتبر الخبز الأبيض الربطة المعروفة هي مدعومة اما الخبز اذا جيت الى الاسمر انه او قمحه كامله منوش مدعوم وصار انه يبيعوه بسعر اغلى فعلا. بس هو اذا بتجي لرأي الخبز الاساسي هو من القمحه الكامله يلي بتكون موجوده هيدي المهم. ومنكم نستفيد يا شيف يلا. في بعد ست حلوه اتصلت او متموزيل طلبت منا الكبه الارنبيه اذا لاحظتي هيك بالاخير نشوف نعلي شوي الفرن لأنه واطي شوي لنشهل لأنه المخرج بدله مستعجل عنا مش المخرج رئيس الإرسال عنا بدله مستعجل المخرج عسلامته. كب الأرنبية كب الأرنبية أول شيء لنعمل الكبة 300 جرام لحمة مفرومة ناعمة غنم أو بقر أو ماعز منحط لهم وقية برغل ناعم أسمر منحط معهم بصلة صغيرة شوية ملح شوية بهار أسود حلو ونتفة صغيرة قرفة ناعمة ندعكهم منيح مع بعضهم منحط لهم شوية مي مسقعة أو تلج مكسر وبتطلع عنا الكبة. نجي من الرصة فارغة نعم منجيب لحمة
لنفترض أربع خمس أشخاص الكمية، منجيب لحمة 400 جرام، راس عصفور منغسلها منسلقها منشيل زفرتها حط لها ملح بنحط معها مواد عطرية. أنا يعني متلا حطيت بصلي جزرة ورقة غار عود قرفة كبشرة شو متوفر عندي. نعم. وبغطيها. إذا كانت غنم بدها ساعة وربع، إذا كانت بقر بدها ساعتين على نار خفيفة لتستوي. بجيب بصلتين بفرمهم شرحات، بحط معهم شقفة زبدة أو زيت، بحطهم على النار بحركهم بس يدبلوا، ضفرهم قدر فنجان قهوة ماي، بغطيهم وبتركهم يغلوا على النار خمس دقايق ليستوي البصل. صحيح. بهالوقت بجيب كباية طحيني بكسرها بكباية ماي، أو بجيب عصير بوصفاير، عصير بوصفاير ضيف عصير بوصفاير عليها، بضيف شوية عصير حامض بس يصيروا رخوين ضيفهم عليها. نعم. وبغليهم معها. إذا ما عندي بوصفاير ضيف حامضة وحدة، عصير حامضة وحدة، وبضيف أكتر عفوا بضيف حامضتين. نعم. وبضيف شوية ماي وبضيف لقلهم مظهر ملعقة صغيرة تعطيني طعمة البصفة. نفس الشيء بضيفهم عليهم بغليهم معهم، برجع بضيف معهم نص كباية حمص مسلوق. هلا بفلفل رز، أنا بتقدم مع الكبة الأرنبية رز، فلفل رز على النار بس يتفلفل الرز. كمان بحط بقية الحمص فوق منه وفلفله عادي للأرز. في استعمل مية اللحم للرز ساعتها بتعطي نكهة طيبة. طريقة التقديم نقدم بجات الأرز مع الحمص. نعم. جات التاني قبل نجيب الكبة بنقدحها نحط مية على النار مع ورقة غار وعود قرفة تغلي 3-4 دقايق بسقط الكبة بقلبها. تغلي دقيقتين الكبة لازم لتسلق لتستوي. بشيلها بضيفها على الأرنبية نسكبها بوعي غميق ونقدم الرز لواحد والكبة الأرنبية لواحد ومنقول لهم ألف صحة. صحة وهنا. راح نشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. من بعد ما شفنا المقادير كان بدها شوي بعد، بس شو بدنا نعمل؟ رئيس الإرسال مستعجل خلص الوقت قال احمرت نتف على الداير شايف وين؟ فعلا. كان بعد بدها شوي صغيرة من جوا تعتبر انه خلصت ما بدها شيء غير النار. صح. ميرسي مسرين على مساعدتك على طبق لازانيا بالفرن. شوفي الطبقات كيف مبينة من تحت موجودة. حلقتنا لليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. أنا وإم سيرين منقلكم باي باي ومنشوفكم بحلقات جديدة ودائما عبر شاشة التلفزيون لبنان.